مشاهدين على تلفزيون النصر 24، واليوم كمان في ضيف البرنامج. اليوم لقينا المير هنا بريميلر اندوسما جبرين عبد الكريم، يقدر يعرف نفسه للمشاهدين وان شاء الله نقدر نهاجم معايا خلال شهر رمضان برنامج شنو. خليكم ان شاء الله في المتابعه. السلام عليك سيد المير. السلام عليك سيد الامير. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيد المير، خلال شهر رمضان يعني برنامجك شنو يعني؟ برنامجي في خلال شهر رمضان هو برنامج عادي، وما يسمى بالبرنامج الإضافي، ما عندي برنامج إضافي. خلال 11 أشهر ده يكون برنامج عادي، أما في شهر رمضان نضيف بعض البرامج في البرنامج العام ده. يعني في شهر رمضان أولا نبدأ بتلاوة القرآن، وأيضا في كل أوقات الصلاة ممكن أن نأخذ وقت في تلاوة القرآن وبعد الأذكار. أما خلال الأشهر العادية لا يمكن، أنا متأكد أنه ما عندي تلاوة كشهر رمضان. فشهر رمضان شهر مبرمج. أحيانا أنا في قبل رمضان أكون آتي في البيت من الساعة 8، ما في يوم بس أنا أمرك الساعة 8 وأمشي بيت الساعة 3:30، ما في يوم كان مشيت إلا في وقت شهر رمضان. إنه أنينا إنما تكون أمددة، أولا تكون إنسان سياسي كما يقال باللغة الفرنسية لمير إتنوم بوليتيك، يعني الأمدة هو شخص رجل سياسي. إذن بعد الخلاصة من المكتب طوالي ندخل في المكاتب السياسية لإدارة السياسة، سياسة الحزب يعني هي سياسة الوطن الدولة يعني على اثنين معا. فأما في رمضان بعد الساعة 3:30 نحاول تلاوة بعد رؤية الصحف جزء من القرآن كده، نروح بيت الساعة 8 ولا الساعة 7 ولا الساعة 4 ولا 4:30، خلاص هنا قاعدين في البيت مع الأولاد. يعني بدأوا الأولاد يستغربون بالذات، يقولوا أبا أنت هسه تجيب أجلك يا مالك؟ يقول لي ما ده شهر رمضان، برنامج خير ده. يعني برامجي في شهر رمضان وفي أشهر العادية دي مختلف تماما. تمام. وشنو الأعمال اللي كان قاعدين تسوق خلال شهر رمضان في البلدية؟ في البلدية في خلال شهر رمضان أولا كده نقوم بنظافة. هنا نقول في شهر رمضان ما ممكن نلقى أوساخ في الزلاطات دي. أنت عارف إنه شهر رمضان عنده حركة. أيوه. الناس كما يقال شهر رمضان فيه بركة، أيضا فيه حركة. يعني في الأسواق. في نوع من التسوق بطريقة زيادة من الأيام العادية. فأولا كده عندنا قسم قاعد خاص للأوساخ. نقول له كل يوم في رمضان ده ممكن تبدأ بالنزافة في الأوساخ. حاليا قسمنا الأمال على قسمين. في أمال خاص في الأسواق وفي الأمال خاص في الشوارع. أما في أيام غير رمضان ممكن أسبوع نخدم الشارع وأسبوع نخدم في الأسواق. أما في شهر رمضان ده كل يوم في فرقتين، فرقة للسوق وفرقة للشوارع، فاختلف البرنامج. هل السكرتير عن الأسواق ده بيجي ولا قاعد تواصل؟ والله السكرتير الأمن في الأسواق ده عملنا خطة، يعني كلفنا مناديب الأسواق دي، مناديب الأسواق دي هم تغيروا أنفسهم كرجال الأمن. إضافة على ذلك في البوليس مونسيبال يساعدونهم على ذلك. أما في وقت السابق يعني تاجر مندوب في سوق وتاجر. اما حاليا المندوب في السوق مسؤول عن الامن. ممكن هنا ننزل في الميدان ونباشر طوالي المندوبيه في السوق شنو حصل والناس كيف اجواء كيف، ده كله تكون عمل مبادل بين البلديه والمندوبيه
في السوق المندوبي وفي سوق مكون من التجار ذاته. اي وخلال شهر رمضان كالاتي يعني الاعداد والتقاليد انت تهيب تفطر بشنو؟ والله انا عاده احب افطر بمديده. انا دائما افطر بمديده لا مية ولا تمر ولا 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 المشنو المياترون المياترون لا انا افطر بمديده. انا مرتاح افطر بمديده وبعدين يعني ندخل في حاجات الاخر. اما احيانا افطر بتمر وخائف من التمر اني عندي نوع من التسوس في الاسنان لا خوفي للتمر. انا منذ صغر افطر بمديده. تمام سيد المير. وتلقى احيانا بعض من الاسراء او تلقى بعض من الناس يعني متخاصمين، انت رسالتك شنو لهم يعني؟ والله رسالتي في هذا الشهر لاخوان المتخاصمين نقول لهم الخصام ده ما في رمضان. يعني الشهر رمضان الشهر فيه بركه فيه مغفره ذاته. بينك وبين اخوك ده اكتسبوا فرصه وتخلصوا من الخصام. ممكن في شهر رمضان تمشي لاخوك تقول يا اخوي اني ما مخاصمين من زمان، لكن في شهر رمضان ده انا سميتك لله اكون تلقى حسنات زياده من الاول. ده يعني طلبي لسكان بلديه الدائره الاولى وانجمينا بصفه عامه انه يكتسبوا الفرصه ويتصاموا ويتصافحوا في هذا الشهر انه هو شهر فيه مغفره وفيه بركه. هل انت يومك يعني صوم برا من جاد ولا كيف؟ انا والله ما صوم يوم في برا. ما صوم يوم انا. على ما اعتقد عندي 45 سنة اليوم لكن ما صوم يوم برا. انا حياتي اغلبي حياتي ما صمت ما برا من شاد. انا حتى في شاد يعتبر لي برا يعني ما صوم برا من فرشه من برا ولا في الاقاليم. انا ما صوم يوم ولا في برا خارج الدوله ولا في دوله. انا دائما اصوم في فرشه. تمام سيد الامير، رسالتك شنو للشباب خلال الشهر يعني؟ وقلت وقتهم ساقط الليل يعني ما رمضان. شكرا. والله في ملاحظه انه شباب يعني في شهر رمضان ويلعبون الكروت في الشوارع. هذا شيء مؤسف جدا مؤسف. شهر رمضان ما ممكن نلعب كرت يا شباب. شهر رمضان شهر توبة، شهر رمضان شهر تلاوة القرآن، شهر رمضان شهر قراءة الأحاديث، شهر رمضان شهر زيارة في الخلاوة التعليمية، شهر رمضان ما شهر لعب الكرت. إذا أطلب منهم أن يتركوا هذه العادة السيئة. أنا يوم قبل أول أمس بالسبع كنت جاي المكتب وفي امام ثانويه ابراهيم محمد ادنو لسي ابراهيم ادنو في الجدران لقيت عدد كثير في كروت يعني مشتته. انا قلت شنو حاصل يعني؟ كروت جاي من وين؟ سال قال وين؟ بالليل في شباب كده قاعدين في جدران وسط يلعبوا كروت. انا فكرت قلت اتصل باس ان علشان النار اللي في فوق الجدران يوقفوا ولا كيف؟ وانت رسالتك للامه رسالتي للامه الاسلاميه يعني ابشر الامه الاسلاميه انه الحمد لله دخلنا في شهر رمضان، وايضا الحمد لله انه في سنوات الماضيه لا يوجد العمره، والحمد لله قد انخف نوع ما كورونا فيروس، والسنه المسلمين ذهبوا للكعبة لإداء واجبهم الديني، وهذا نشكر الله على ذلك. ثم ثانيا أطلب من المسلمين أن يدعو الله كثيرا أن يمن بلدنا بالأمن والاستقرار. إنه نحن حاليا في حالة ليس مستقرة، إنها ما يسمى بحالة الانتقالية. حالة الانتقالية يعني ما حالة عندها استقرار، حالة ممكن أن نغيرها بعد السنين. بعد السنين يكون تغيير. فالتغيير ده من ما قال بعد مارشال يكون هناك حركات، لا توجد حركات فالحمد لله. ونطلب ايضا بعد الانتقاليه ايضا لا يوجد اي حركات عشان كل حاجه يكون سلميا. وايضا اطلب من المسلمين في هذا الشهر انه شهر
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني كل دعواتي تكون مقبولة، نكتسب الفرصة وندعو الله أن يتركنا في أمن وأمن وأمن والأمان وسلام، علشان تصل هذه السفينة إلى بر الأمان اللي هي سفينة الانتقالية. تمام سيد المير، العمال قاعدين يتقلموا مرتبون برشلونة. العمال هسه قاعدين معي في البلدية. نقول لهم مبروك يعني بشهر رمضان، وخليهم يكتسبوا الفرصة. هم أيضا يدعو الله علشان نهنا المجلس التنفيذي الاثنين الثلاثة، يعني أمنا نائب الأول أمنا نائب الثاني، يدعو لنا الله أن يكون أملنا أمل إداري وأمل رسمي. لو كان هناك أخطاء يطلب من الله أن يصلحنا، أن نكون رجال سالمين ورجال قادرين على أن يعملوا واجبهم الوطني. ده دعوتي لهم. فكل إنسان قد يكون له النقصان ولا يدري هو أنه ناقصا، أطلب منهم أن يدعوا الله. إن كنا في طريق غير صحيح أن نأتي في طريق صحيح، إن كنا في طريق صحيح ربنا يثبتنا فيه والهاء مستمرة إن شاء الله. ونتخذ الفرصة خلال الذكرى أن الله مخشالي تقول شنو للمواطنين الحركة الوطنية؟ المنادين للحركة الوطنية القاس نقول لهم في الرفع الأحزان قد تكون يوم 20، وهناك اللجان موجودة شغالة في 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 البلدية، وأنا رئيس اللجنة. قسمنا اللجان، يعني كنا نوقف الناس ونطلب منهم أن هناك يعني قراءة قرآن ودعوات، يعني التصبيح الحمد لله، كل دي تكون يوم 20 ليوم يعني خاص للعبادة. فنطلب منهم أنهم قد يكون هناك نوع من التوجيه، وإنما يكون إنما نكون أقرب لليوم، فيكون يوم خاص للتوجيه، ويكون أيضا في راديو مانديلا، يعني توجيهات تكون في راديو مانديلا مباشرة يسمعونا، وسنوجههم في بعض الأماكن التي يكون فيها الدعوة. لو كان عامة أو خاصة فهناك دعوة أيضا، فهناك دعوة موجودة. نطلب منهم أن يخرجوا يوم 20 لرفع الأحزان، رفع الهزن، وإن شاء الله أنا كل واحد يعمل واجبه علشان مرشلنا ربنا يدخله الجنة في الفردوس إن شاء الله. تمام سيدي. مشاهدينا التلفزيون المصر 24، خلاص ضيفنا من البرنامج اليوم كمان بين من الشمال تقريبا مران كثير فيما يخص البرامج والتنظيم للشباب والمسلمين في شهر رمضان، ونشكر كثير وإن شاء الله البرنامج يكون مع التسويق ومع